مشاهدين تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيدا لتغطية أحداث نهائي دورة التسامح هنا على أرضية في ملعب التسامح. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الكوتش زياد مدرب فريق الباشا بطل بطولة التسامح الثانية. بداية زياد ألف مبروك، نرحب بك ونمسي عليك عبر تي في بازيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر قناة خالد بازيدان اللي في كل الدواري حاضرة، وثاني شيء أشكر لكل ساندنا وقف معانا في البطولة، والله يبارك فيك أخوي، وإن شاء الله تشوف الباشا من أحسن لأحسن. فريق الباشا ضربات الترجيح تعطي الكفة، تعطي الأفضلية لفريق الباشا على حساب البطولة، كيف شفت المباراة؟ والله المباراة كانت بين الطرفين، اللعب كان في النص، يعني لا شفنا من هنا هجمة من هنا وهجمة من هنا. هي برنتات اللي البرنتات أول شيء هذا حظ، وأقول هاردك للصورة قدموا مباراة حلوة وإن شاء الله نشوف الدور الثاني. زياد الباشا بطل، لمن تهدي هذا الانتصار؟ هذا الانتصار هذا لأبوي ودعواتكم له بالشفاء العاجل، ولأمي ولكل اللي وقف معانا. مرة أخرى ألف مبروك، شكرا لك، الله يبارك فيك أخوي.